أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ عبود الخليفة، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبود، أهلا بك ومرحبا. من خلال متابعتك لهذا المشهد الذي نراه اليوم، الذي لم يكن وليد اللحظة ولكن التوقعات بحدة هذه الاشتباكات لم تكن قائمة بهذا الشكل، برأيك هل هناك أطراف متهمة دولية وأطراف داخلية أيضا بتأجيج المشهد السوداني، بتأجيج هذا الخلاف الذي انتهى بالنهاية لي يعني مواجهات عسكرية واشتباكات أسفرت عن قتلى ومصابين، وما هي كينونة هذه الأطراف؟ السلام عليكم. فعلا يعني كل ما جرى منذ الأمس كان فوق كل التوقعات، يعني حقيقة يعني أكثر المتشائمين لم يكن متوقعا أن تمضي الأمور إلى هذا المستوى الكارثي من القتال داخل العاصمة، في وسط العاصمة وبين المدنيين الآمنين. أنا في تقديري كل الإرهاصات التي كانت من قبل والخلافات المتصاعدة لم نكن نتوقع أن تمضي إلى هذا الترتيب. كان المأمول الآن البيانات تضرب في منطقتي، الآن درست في شهوداتي عفوا، الأمور حقيقة مضت إلى مستوى سيء جدا جدا. وفي ذات الوقت بالتأكيد هناك جهات تستفيد، لكن لا يمكن أن نسميها الآن، ولا يمكن الآن أن نتحدث عن ظاهرة هذه الجهات، لأن الأمر الآن صوت بندقية، الآن صوت سلاح في شوارع الخرطوم وسط المدنيين، وبالتالي أي حديث لابد أن يكون بعد توقف اطلاق النار، اي حديث عن اتهام جهاد لابد ان يكون بعد توقف اطلاق النار. نحن نعول كثيرا حقيقه، نعول كثيرا على 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 تدخل يعني قيادات على المستوى العربي خاصه في مصر والسعوديه، لان كلمتهم مسموعه بين الاطراف القتال النزاع الان بين الجيش والدعم السريع. يمكن ان تهدي الامور قليلا، ولكن يعني تابعت في الاعلام ان الجامعه العربيه تبدي القلق، وهذه من شاكله البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. المطلوب تحرك سريع، تحرك عاجل خاصه لقيادات مسموعه كلمتهم ولهم تاثيرهم على الاقل على المشهد السوداني، ولهم وجودهم واحترامهم وتقديرهم بين الاطراف المختلفه. نعم، قلت أستاذ عبود بأن المشهد اليوم لم يكن متوقع على الأقل في حدة هذه الاشتباكات وهذا الواقع، ولكن هل كان هناك مخطط مسبق؟ هل كانت هناك نوايا مسبقة وضعت لهذا أو لهذه ميليشيات الدعم السريع لتتصدر المشهد اليوم عسكريا؟ حتى قبل يوم، وهو يوم الجمعة، كانت التحركات وكان الوسطاء يتحدثون خاصة في قيادات الحركات المسلحة، جبريل إبراهيم ومالك عكار ومن يعرفكم الناي، كانوا يخطبون بيانا أن القتال السريع الجنرال حميدتي وافق على الجنود بدون شروط بدون أي ضغوط مع الفريق المرحال الرئيس السيادي قائد القوات المسلحة، ولكن لذلك كان المأمول أن هذه الخطوة السلمية تنضي إلى محادثات أو لقاء بين القائدين حتى يتم يعني احتواء أي إرهاصات لاشتعال الموقف، لأن الإسلام لا يحتمل مزيد من إطلاق النار، لا يحتمل أن مثل هذه الإجراءات. لكن وجينا يوم السبت صباحا بالتطور المؤسف والوصول إلى مرحلة كارثية الآن في الشارع السوداني، الآن الرصاص يطلق في الشوارع وسط المدنيين، ولا احد يعلم من اين تاتي القذيفه، ولا يعلم من يسقط ومن يقوم الان. يعني هذه الاوضاع بكلياتها تحتاج، كنا نتحدث عن احتياج الى حكمه في التعامل معها من خلال القيادات، ولكن الان الامر وصل الى مرحله يتعذر معها الاستماع الى اي صوت عقل داخلي. وبالتالي نعول على إمكانية التحرك الإيجابي السريع العادل، سواء كان من سيادة الرئيس السيسي ولا الملك سلمان أو لا، هم القيادات في تقديري على المستوى العربي والإقليمي يمكن أن يكون لهم أن تكون لهم قيمة لدى الطرفين. طيب أستاذ عبود، أنت تتحدث عن البيانات وردود الفعل الدولية التي جاءت عربية أو دولية بالحديث عن وجود جيش وطني سوداني
موحد في السودان وعدم ظهور أو وجود أي ميليشيات أو عناصر مسلحة أو قوات مسلحة على شاكلة ميليشيا الدعم السريع. ما هو شكل هذا التدخل وشكل هذه التحركات الفعلية التي تتحدث عنها من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي برمته وأن تكون الضاغطة على هذه الميليشيات؟ الآن الحديث بالذات المجتمع الغربي أو الميليشيات الدوليين يعني هي تصريحات أو بيانات خجولة لا تلمس واقع الحقائق. وفي هذا الوقت حتى التسميات يجب أن تكون يعني لديها الانضباط، ولأن أي إشعال للحرائق ينطق من خلال التصريحات والبيانات المختلفة. لذلك عندما نقول أن البيانات خجولة هي لا تلمس الواقع بشكلها المباشر، وفي ذات الوقت محتاجة التحرك الفعلي وليس البيانات من وراء الجدران. أنا أعرف أن الوضع حساس والوضع يعني صعب جدا، وإطلاق النار يتم بصورة مباشرة في الشوارع في الطرقات حتى بين الأطراف التي تحمل السلاح مع بعضها، ولكن الأمر مهم جدا جدا أن يعني تمتد أصوات، تمتد آراء قوية، تمتد مطالب مباشرة وواسعة حتى يتم وقف إطلاق النار، وبعد ذلك كل حديث يمضي في اتجاه مختلف ويمضي في اتجاه متساوي. هذا ليس أمر يعني الأمر الآن إيقاف سلطة البندقية، الأمر الآن إيقاف إطلاق النار، الأمر الآن سلامة المدنيين، سلامة المواطنين في أمنهم وسلامهم. القذائف تسقط على المنازل، وأنا الآن الذي أتحدث إليك الآن مشرد من أسرتي بعد أن سقطت القذيفة في منزلنا. الآن أنا في غادي في أحد المنازل خارج منزلي ولا أستطيع يعني حتى أنا حافظ على كيان أسرتي. هذا هو المشهد. بالطبع نتمنى لك السلامة أستاذ عبود، ولكن هل الاشتباكات متجهة إلى التصعيد الأكثر والحدة الأكثر في هذه الساعات وفي هذه الأثناء؟ الآن متواصلة، كنا نعتقد أنها قد توقفت ليلة أمس، ولكن الآن ونحن الآن في منازلنا في المنزل الذي لجأنا إليه في وسط الخرطوم البحري، الآن الإطلاق النار وإطلاق القذائف على بعد أمتار مننا، ونسمع الدوي الآن هنا في داخل الغرف. هذه يعني ذلك من الأمور المتصاعدة. نحن الآن حتى داخل كإعلاميين وداخل منازلنا نستقي المعلومات من خلال الوكالات، من خلال ما تبثونه من أخبار وصور، ولكن البيانات التي تريدها عبر الويب سايت، ولكن المشهد في الشارع يعني هو يعني أقل ما يوصف بأنه كارثي. نأمل ربنا يحفظ البلاد والعباد وأن تهدى هذه الأمور وتعود الأمور إلى سالم عادها، وكل ما توقف صوت البندقية يرتفع صوت الحل السلمي، يرتفع صوت إلى أي مدى أستاذ عبود يمكن الحديث عن الحل السلمي؟ أنت قلت بأن الحديث عن أي حلول سلمية لن يأتي إلا بعد انتهاء هذه أو توقف الاشتباكات والهجمات. كيف يمكن الحديث عن حل سلمي بعد هذا المشهد؟ أنت تصف عنف هذا المشهد، تصف ما تراه بأنه وضع سيء كثيرا، كيف يمكن الحديث عن حل سياسي وملامح هذا الحل؟ بالطبع لا، هذه أمنيات، لا يمكن أن نتحدث عن طبيعة الحل السياسي فيما بعد، ولكن هذه أمنيات باعتبار أن توقف العمل الآن فقط لتوقف البندقية، لتوقف قرقعة السلاح في وسط المدن، ولكن الأمل دائما في حكمة السودانيين. أهل السودان يتجاوزون كثيرا من الصعاب ويحكمون بآراء كبارهم، وخاصة في الاستجابات الصوفية وفي هاي كذا. لكن الآن عندما نتحدث عن إمكانية الحل فيما بعد، هذه هي من الأمنيات من خلال ما نراه الآن، أن استمرار الوضع على هذا المنوال حتى لو استمر يوم أو يومين فبالتأكيد يصبح الانفلات لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن احتوائه. ولكن الآن نقول في هذه المرحلة بالذات خلال أمس واليوم لا بد أن يكون هناك تحرك في صوت البندقية. ليس هناك كاتب، ليس هناك يعني من يخسر، الجميع يخسر، البلاد تخسر، المواطن يخسر، السودان ينتهي. هذه الأمور الواقعية الآن.
وإذا لم يتم تدارك الأمر في هذه المرحلة أنا أخشى أن لا يكون هناك أي سبيل مستقبلي لاستقرار يمكن أن ينهض بهذا السودان. نعم. الآن السودان ينهار، الآن السودان يشهد هذه المواجهات العسكرية المسلحة ويروح فيها المدنيين وحتى المسلحين يا ناس والقوات المسلحة وكل الأطراف التي يعني تقاتل الآن. أنا كنت أتمنى أن يكون القطاع المحلي السودان، ولكن الآن ينتشر شديد الأمور الآن تنمي إلى انفلات، لا تعرف من يطلق النار، لا تعرف على من تتوجه البندقية. الآن نعم، بالطبع وجود ميليشيا تتحرك خارج إطار القانون يهدد أمن ومستقبل السودان، ولا بد من التأكيد دائما على وجود جيش نظامي موحد تنضوي تحته كل الفصائل العسكرية هناك. ما هي الاستراتيجية التي يجب التعامل معها مع أي محاولات مستقبلية حتى وإن تم حسم الحل العسكري الآن؟ ما هي الاستراتيجية التي يجب أن يتم التعامل بها مع أي محاولات مستقبلية قد تأتي بمشهد كهذا؟ للأسف نحن في السودان لا نتعلم من الدروس، يعني للأسف الشديد تتكرر المواجهات العسكرية، يعني على الأقل لا نريد أن نتحدث في هذا الوقت عن الأيادي السياسية، ولكن هذا هو الواقع. السودان يعني النزاع السياسي هو الذي يتحول إلى نزاع عسكري، وهو الذي يقود العسكريين إلى المواجهات المباشرة. للأسف الفترة الماضية التي شهدناها كانت محفوفة بمخاطر، رغم أننا لم نكن نتوقع أن تندلع إلى هذا المستوى، لكن كانت مؤشراتها سيئة. المستقبل الآن حديث عنه أيضا من غافلة القول، الحديث عن مستقبل كيفية تصدي وتجاوز الاشتباكات وتجاوز المواجهات العسكرية، كل هذا لم يعني كما قلت في البداية نعتمد على حكمة، كنا نعتمد على حكمة الكبار السياسيين الذين راحوا إلى الله الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، ولكن الآن معظم السياسيين الآن لا نعول عليهم كثيرا. الواقع الآن الأمور كلها تمضي إلى مستوى سيء، لذلك يعني كنت أقول أن إبداء الرأي والتدخل القريب من الأشقاء القريبين هو كان من الممكن يحتوي بعض الشيء الأمور، ولكن تلك الأمور للسياسيين يعني هذا أيضا مؤشر لم يقود، لا أتوقع أن يقود إلى حل ولا إلى تسوية ولا استقرار. السياسيين للأسف الشديد يعملون لمصالح ويعملون لا نقول مصالح خارجية، لكن مصالحهم وطموحاتهم وطمعهم الذاتية في السلطة. هذه الأمور تقف حد عصرها أمام أي تقدم كما حدث. نعم، ما هي دلالات التوقيت أستاذ عبود في هذا المشهد وفي هجمات ميليشيا الدعم السريع؟ يعني كل احنا عندما نتحدث مثل هذا نتحدث في واقع ما يريدنا من معلومات، الجميع يعني ان الطرف الاخر الذي بدا اطلاق النار وهذا يعني نفسه محل شك محل عدم تقدير، ولكن الامور في كلها دلالاتها ان الفشل السياسي الكبير في اي اتفاق هو الذي قاد الى مثل هذه المواجهات العسكريه، والجميع كان يعلم أن الخرطوم تمتلئ بالقحرطات المسلحة، تمتلئ بالسلاح، تمتلئ حتى المواطنين المدنيين يملكون أسلحة، وهذا الأمر كان معروفا للسياسيين والعسكريين على السواء، كان معروفا أن الأمور إذا انطلعت القنبلة لا يستطيع أحد إيقافها، ولكننا لا زلنا نعول على حكمة القيادات، نعول على حكمة أهل الديار، نعول على ما تبقى من ضمير سوداني حي أن يوقف هذا الأمر ويحفظ الأمور ويحفظ السودانيين ويحفظ البلد ويحفظ أهل السودان. أستاذ عبود، قبل يوم السبت أو صباح يوم السبت مع اندلاع هذه الاشتباكات، هل كانت هناك فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولم تتخذ؟ نعم، يعني أنا أعتقد أبرز الفرص كان اللقاء الذي عقده قادة الحركات المسلحة وهم داخل السلطة، والمالك عجار
عضو مجلس السياده، رئيس حركه الجيش، رئيس الحركه الشعبيه، وجبريل ابراهيم رئيس حركه العدل المسوي، وهو وزير الماليه، وهو الوزير المسؤول الاول في هذه الفتره الانتقاليه حاليا. وبالاضافه لمنا ياسر الماي رئيس حركه الجيش التحرير السودان، وهو حاكم اقليم دارفور، وهم الثلاثه يشكلون الحقيقه الديمقراطيه الاتحاد الديمقراطي داخل القوى السريه السابقه. ولكن هذه البادره رغم انها كانت قد وصلت الى تعهد من الجنرال حمدتي للجلوس بدون شرطة او موقف مع الفريق البرهان للجلوس معه حل الازمه، ولكن للاسف تبخرت هذه المساله خلال ساعات الليل، خلال ساعات ليل الجمعه فجر الصبح. ولذلك لا نعرف ماذا جرى خلال تلك الساعات القليله التي ادت الى وصول الامر الى هذا المستوى الكارثي. بالطبع مع المقارنات التي حدثت إعلاميا بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع الصالح في أو بجانب الجيش السوداني، كيف ترى ميزان القوى وتأثيره على حسم المعركة وسرعة حسم المعركة؟ لا زلت أقول أن الجميع خائف، الحركة الشعبية، الاستضعاف والدعم السريع، القوات المسلحة، الجميع خائف. ولكن بالتأكيد الحديث دائما عن الجيش السوداني، الجيش واحد وتحت قيادة موحدة، هو الأمر الذي يقوم الآن. ولكن الجميع يخسر في كل الأطراف، والبلد تخسر، والشعب يحترق، والملابس تحترق، هذا في الخرطوم وذلك في بقية الولايات. يعني أنا يعني أقول وأكرر أن الجميع يخسر والبلد يخسر. لا هناك من يكسب في مثل هذه الأحوال، ليس هناك من يكسب في ظل هذا الوضع. فلا بد من سكوت صوت الجندية، لا بد من وقف إطلاق النار من الأطراف حتى ينعم الجميع على الأقل بمستوى أدنى، الحد الأدنى من الاستقرار الذي يمكن الجميع من استرداد أنفاسهم والعمل على تصفية الأمور، أو على الأقل على حل الأمور بما يحصل للسودان نهضته وخيونته. لأن الأمور الآن باستمرار بهذا الانقلاب يعني أن الأمور لا قبل من الشعب ولا قبل المواطن بها. جهات مسلحه تتقاتل، وهذا امر جدا للشعب السوداني. وهنا ياتي السؤال استاذ عبود، في اي اطار وسياق توضع الازمه السودانيه اليوم بوجود جانب بمواجهه مباشره مع الجيش السوداني كان يحارب معه مسبقا في عدد من المعارك؟ حتى وقت قريب يعني كان الحديث عن المكون العسكري كوحده واحده متماسكه، كان هو الامر السائد حتى خلال المواجهات السياسيه، وحتى خلال ما يعرف بالاتفاق الاطاري. ولكن للاسف فلت العيار، كما نقول فلت العيار خلال ساعات ليلة الجمعه وفجر الصبح. ما حدث حتى الان غير مرضي للمدنيين، غير مرضي لنا حتى في وسائل الاعلام، ولكن يعني هذا الامر بالتاكيد له يعني نتائج سيئه، وله يعني حتى الان يعني السوداني قد يفقد الثقه في كل المشهد الذي امامه الان. لا يمكن ان توجه سلاح للجيش السوداني والقوات المسلحه، لا يمكن توجه سلاح للمواطن في كل حال، لا يمكن توجه سلاح حتى قوات الدعم السريع التي كانت حتى قبل ليله هي جزء من القوات المسلحه وتعتبر امر القوات المسلحه. ولكن واضح ان جرى تحت الجرى تحت المياه الجسر تحت الجسر مياه كثيره خلال الساعات ليله الجمعه وفي الصبح. فهذا امر يعني يعرفه العسكريون اكثر من العسكريين اكثر مننا كمدنيين نتابع ونراقب المشهد من بعد. أستاذ عبود، لما نراه من تطورات في الأوضاع الميدانية، ما هي توقعاتكم لهذا اليوم بعد يوم كان مليء بالاشتباكات والنيران المتصاعدة وسقوط عدد من القتلى والجرحى؟ نعم، للأسف الشديد لا زالت النيران، لا زال إطلاق النار مستمرا حتى هذه اللحظة التي تحدثنا فيها. وبالتالي لا يمكن أن نتوقع شيئا، لا يمكن أن نتوقع شيئا ما لم يلتزم الجميع ويستمع الجميع لصوت الجميع. الان كل الاوضاع الان محفوفه بالمخاطر، الان نحن لا يمكن ان نتوقع ماذا يحدث خلال الساعات القادمه رغم البيانات المتضاربه
من الدعم السريع والجيش السوداني هي مناطق بيانات، ويميل الكثير الى بيانات القوات المسلحه باعتبار الجهه الاكثر نظاميه وهي الاصل في وضع القوات. حتى الدعم السريع كان جزء من هذه القوات حتى لحظات امس كما قلت لك. في النهايه لا احد يتوقع ان تنجم امور الى ماذا خلال هذه الساعات، ولكن نأمل نحن كمدنيين، نأمل نحن كمراقبين، نأمل نحن كسودانيين على مستوى كبير ان يعني يتوقف صوت السلاح، يلتزم الجميع، يرجع الجميع الى صوت العقل والضمير، ويغلب المصلحه الوطنيه العليا في السودان على المصالح اي مصالح فرديه ولا جانبيه او سياسيه او غيره. هذه الامور كلها تسقط الان امام هذا المشهد الذي نراه امامنا الان. نعم إذا أشكرك شكرا جزيلا لك الأستاذ عبود الخليفة الكاتب والمحلل السياسي السوداني، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا لك.